وطبعا زي ما حضراتكم عودنا حضراتكم كل يوم من الخدمات اليوميه اللي بنقدمها لكم هي اسعار العملات الاجنبيه مقابل الجنيه المصري اللي سجلت امبارح استقرار مع اجازات البنوك الاسبوعيه. سعر الدولار استقر عند سعر 15 جنيه و64 قرش للشراء و15 جنيه و74 قرش للبيع. سعر صرف الجنيه الاسترليني امام الجنيه المصري سجل 21 جنيه و60 قرش للشراء و21 جنيه و80 قرش للبيع. اما سعر صرف اليورو استقر امبارح عند سعر 18 جنيه و43 قرش للشراء و18 جنيه و60 قرش للبيع.